في هذا الفيديو سأقدم لكم تطبيق ماجيك وورد، تطبيق تابع لشركة جيفي. يمكنك من خلاله ربح المال عن طريق الكلمات المتقطعة، يعطيك مجموعة من الأحرف تقوم بربطهم لكي تحصل على كلمة، طبعا في نفس الوقت تتعلم اللغة الإنجليزية وتربح المال. كما تعرفون جميعا تطبيقات جيفي تدعم كثير من وسائل السحب مثل باير، باينانس، فوري ومجموعة كبيرة من وسائل السحب. إضافة إلى الكلمات المتقطعة يمكنك الربح من تمام العروض، برنامج الإحالة ومشاهدة الفيديوهات والكثير من الطرق الأخرى. طبعا كالعادة سأترك لكم رابط التطبيق في صندوق الوصف. إذا أعجبك المحتوى الذي نقدمه ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس وتابع معي الشرح. يوجهك الرابط إلى متجر جوجل بلاي، تضغط على انستول لتحميل التطبيق، بعد ذلك تضغط على أوبن لفتحه، بعد ذلك تضغط على ساين أب وذ جوجل. بعد الدخول إلى التطبيق تختار الجيميل الذي تريد أن تسجل به في التطبيق، بعد ذلك تضغط على كونتينيو. الآن تقوم بإضافة المعلومات الخاصة بك، يور نيم اسم المستخدم يمكنك تغييره، طبعا تجدد الدولة بشكل تلقائي، كذلك يمكنك تغيير الأفاتار أو الصورة الشخصية الخاصة بك. بعد ذلك تختار اللغة، طبعا لا يدعم اللغة العربية، تجد فقط الإنجليزية أو الفرنسية ولغات أخرى. تختار اللغة وتضغط على Next. مرة أخرى يطلب منك اختيار اللغة، اتركها الإنجليزية واضغط على Next. الآن سيوريك كيف تلعب اللعبة كما تلاحظون أمامك، وفقط يعطيك مجموعة من الأحرف وتقوم بربطها ببعضها لتحصل على كلمة، مثلا هذه الكلمة هي Word. طبعا تتعلم الإنجليزية وتربح المال في نفس الوقت. طبعا تضغط على Next للتخطي، من ثم اضغط على Finish طبعا في نهاية المرحلة التعليمية. تفتح معك هذه الواجهة، طبعا في أعلى اليسار تجد النقاط التي لديك في قسم Earning. هنا تجد رصيدك يمكنك سحبه طبعا بالضغط على Withdraw، كذلك تجد الإحصائيات الخاصة بك. إذا ضغطنا على Withdraw يظهر لك المبلغ، كذلك وسائل السحب المدعومة من التطبيق وهي وسائل سحب متاحة في جميع الدول، باير، باي بال، ريفيلوت. بالنسبة لباير السحب مباشر 0.35 دولار الحد الأدنى للسحب، باينانس يصلك في يوم أو يومين، كذلك يدعم الكثير من الوسائل، أدفي كاش، فوري. المهم سنخرج من هذا القسم. كذلك هنا في أيقونة الهدية إذا ضغطنا عليها تضغط على ستارت، من ثم سيطلب منك مشاهدة فيديو وتحصل على 0.01 دولار أو مشاهدة إعلان. طبعا هذه العملية يمكنك القيام بها كل فترة. المهم سنضغط على بلاي للدخول إلى اللعبة، بعد ذلك نضغط على هذه الأيقونة في الأسفل. هنا طبعا بعد الضغط على بلاي سيأخذنا إلى هذه الواجهة، فقط نقوم بتفعيل هذا الخيار في الهاتف الخاص بنا عند إتمام العروض. لكي يحتسب معنا النقاط التي نجمعها علينا تفعيل هذا الخيار. بعد الضغط على بلاي وتفعيل الخيار ستظهر لنا هذه الواجهة، هذه اللعبة الأساسية في التطبيق. فقط هنا يعطيك الأحرف وطبعا تقوم بربطها للحصول على كلمات، مثلا Art الكلمة الأولى، الكلمة الثانية هي رات. طبعا كلما ارتفع المستوى كلما زادت الصعوبة. الآن في المستوى الأول، المستوى الثاني مثلا الكلمة الأولى هي توب، الكلمة الثانية هي بوت، هذا المستوى الثالث، كذلك الكلمة الأولى هي كات. فقط أريكم كيفية لعب اللعب. طبعا توجد في الأسفل أشياء يمكنك استغلالها، طبعا إذا وجدت صعوبة أو إذا أردت التخطي هذه المرحلة يمكنك استغلال الأشياء الموجودة في الأسفل. طبعا الآن سأقوم بالخروج لكي لا أطيل عليكم، سأضغط على Exit Game. حصلت على هذا المبلغ بعد اللعب لي أقل من دقيقة. سأضغط على Reward كي أحصل على المكافأة الخاصة بي وهي تضاف إلى رصيد حسابي الموجود في الأعلى. إذا ضغطنا هذه على الأيقونة الخاصة بالمستخدمين في الأسفل، من هنا يمكنك الحصول على رابط لإحالة ودعوة أصدقائك للتسجيل واستخدام التطبيق وتحصل على أرباح وكذلك عمولة. كذلك هناك مسابقات في الأسفل، هناك Giveaway قيمة 25 دولار، هناك قائمة المتصدرين، هناك كذلك الخاصة بالكونتنت كرييتر، يعني تقوم بعمل فيديو أو شرح للتطبيق قد تعطيهم رابط وتحصل على مكافأة، والكثير من المسابقات مع رابط الإحالة تجدهم في هذا القسم. طبعا القسم الذي بجانبه تجد أيقونة المحفظة، تجد الرصيد الخاص بك، عدد النقاط وما يعدلها بالدولار، كذلك تجد الإحصائيات كما ذكرنا من البداية. عندما تضغط على Withdraw تظهر لك جميع وسائل السحب، يمكنك اختيار ما يناسبك. باير السحب يكون بشكل مباشر،
أسفل كل طريقة دفع تجد إذا كان السحب بشكل مباشر أو عليك الانتظار ليوم ويومين، كذلك تجد الحد الأدنى للدفع. بالنسبة للحد الأدنى للدفع هو 0.35 دولار. طبعا إذا لم يكن لديك حساب على باير أو باينانس سأترك لك شرح هذه المحافظ في صندوق الوصف، كذلك الـ RTM يمكنك استخدامه، والسحب يكون بشكل مباشر. طبعا الأيقونة في الوسطية للعب اللعبة، الأيقونة التي بجانبها تجد الحساب الخاص بك يمكنك التعديل عليه، وآخر أيقونة هنا الخاصة بالهدية في الأسفل تجد العروض والمهام. كما ذكرت هناك خيار عليك تفعيله في البداية لكي يحتسب لك نقاط العروض. المهم هنا تجد عبارة عن شركات عروض، وفي الأسفل تجد ألعاب أو تطبيقات تابعة لشركة جيفي. سأريكم طبعا كيفية تنفيذ عرض معين خاص بالتطبيقات التابعة لجيفي، قد سندخل إلى هذا التطبيق أو آخر تطبيق، وكذلك لعبة شبيهة لهذه اللعبة، ثم سأضغط على Start Offer and Win. هنا يطلب منك التحميل والتسجيل في اللعبة، هو سيقوم بتوجيهك مباشرة إلى متجر جوجل بلاي، تضغط على Install لتحميل اللعبة، ثم تقوم بفتحها وتقوم بالتسجيل. طبعا بعد التحميل تضغط على Play، تفتح اللعبة تسجل فيها وتعود إلى التطبيق الأول، وستحصل على 2000 نقطة ليس بشكل مباشر، تنتظر قليلا وستحصل على أرباحك. إذا عدنا مرة أخرى كذلك إلى قسم العروض، تجد فيه شركات خاصة باستطلاعات الرأي، شركات خاصة بعروض مختلفة، تجد في المواقع تحميل تطبيقات لعب الألعاب، تجد قسم خاص بتاسك أوفر، كذلك سيرفي أوفر، ويمكنك من خلال هذا القسم جمع عدد كبير من النقاط. طبعا النقاط بعد ذلك تحولها إلى رصيد باير أو باي بال أو باينانس أو أي وسيلة دفع تريدها. المهم سأترك لكم رابط التطبيق في صندوق الوصف، إذا أعجبك الشرح شاركه مع أصدقائك، لا تنسى الدعم عبر الاشتراك في القناة، ونلتقي في شرح جديد إن شاء الله.